السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتازة، ترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم الثلاثاء 26/12/2023 ونهاية أو بمعنى نهاية إزاي بداية الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز. متابعين الكرام، قبل ما أبدأ أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جنتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين. اليوم نيوكاسل يونايتد خسرت من نوتنغهام فورست 1-3. نيوكاسل بتقع يا جدعان. احرز هدف نيوكاسل الكسندر ايزاك في الدقيقه 23 من ضربه جزاء، واهداف نوتنغهام فورست عن طريق كريس وود في الدقيقه الاولى من اختبار الضعف الشوط الاول، وكريس وود في الدقيقه 53، وكريس وود في الدقيقه 60 هاتريك. بورنموث فازت على فولهام 3-0، احرز الاهداف جوستن كولفرت في الدقيقه 44، سولوناكي في الدقيقه 62 ضربه جزاء، ولويس سينستيرا في الدقيقه 93. شيفيلد يونايتد خسرت من لوتون تاون 2-3. عندنا بيرنلي خسرت من ليفربول 0-2، احرز دفاع ليفربول داروين نونيز في الدقيقه 6، اسيست كودي جاكبو الهدف الثاني عن طريق جوتا في الدقيقه 90، اسيست لويس دياز. ومانشستر يونايتد فازت على استون فيلا 3-2. الدوري ده ملوش كتالوج حرفيا، يعني مانشستر يونايتد اللي كانت خسرت من بورنموث 3-0 وكانت بتخسر من فرق كتير، فازت على استون فيلا اللي هو كان اصلا كان ممكن يفوز الماتش اللي فات ويتصدر الدوري، ولكنه تعادل امام شيفيلد يونايتد. كل ما نقول خلاص حد هيتصدر وهيطلع فوق، التاني ينزل على طول. مانشستر يونايتد احرز الاهداف اليخاندرو جارناتشو او كارناتشو في الدقيقه 59، اسيست راشفورد، واليخاندرو كارناتشو في الدقيقه 71، وراسموس هايلاند في الدقيقه 82. ممكن تكون الاداره الجديده اللي جت لليونايتد هي اللي عملت كده، هنشوف في الايام اللي جايه، ولا هو ماتش وهيعدي زي كل مره هنشوف. هدف استون فيلا عن طريق جون ماكاجين في الدقيقه 21، ولياندير درينكير في الدقيقه 26. على كل حال خلينا نتعرف الان على ترتيب فرق الدوري الانجليزي وترتيب الهدافين. عندنا في المركز الاول ليفربول تصدر الدوري، بس لان ارسنال لسه ملعبش، ماشي كده. ليفربول في المركز الاول 42 نقطه، ارسنال المركز الثاني 40 نقطه. لو ارسنال تعادل امام ويست هام او خسر، ليفربول هيستمر متصدر الدوري. لو ارسنال فاز هيرجع تاني متصدر الدوري. طيب عندنا ارسنال المركز الثاني 40 نقطه، استون فيلا المركز الثالث 39 نقطه، توتنهام المركز الرابع 36 نقطة. عندنا مانشستر سيتي المركز الخامس 34 نقطة، لسه ملعبش وكمان مؤجل مباراة. مانشستر يونايتد المركز السادس 31 نقطة، ويست هام يونايتد المركز السابع 30 نقطة، نيوكاسل يونايتد المركز الثامن 29 نقطة، برايتون المركز التاسع 27 نقطة، بورنموث المركز العاشر 25 نقطة، تشيلسي المركز 11 22 نقطة، ولفرهامبتون المركز 12 22 نقطة، فولهام المركز 13 21 نقطة، برينتفورد المركز 14 19 نقطة، كريستال بالاس المركز 15 18 نقطة، نوتنغهام فورست المركز 16 17 نقطة، ايفرتون المركز 17 16 نقطة، لوتون تاون المركز 18 15 نقطة، بيرنلي المركز 19 11 نقطة، وشيفيلد يونايتد المركز 20 الأخير 9 نقاط. متابعينا الكرام، ترتيب الهدافين عندنا في المركز الأول ايرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي 14 هدف، المركز الثاني سولوناكي لاعب بورنموث 13 هدف، المركز الثالث محمد صلاح لاعب ليفربول 12 هدف، المركز الرابع سون هينغ من لاعب توتنهام 11 هدف، وجارود بوين لاعب ويست هام يونايتد، والمركز الخامس اولي واتكنز لاعب استون فيلا 9 اهداف، والمركز السادس الكسندر ايزاك لاعب نيوكاسل 8 اهداف، وهوانغ هيتشان لاعب ولفرهامبتون. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.